أغلى الأعضاء الجسدية التي تم التأمين عليها بين مشاهير العالم. في السنوات الماضية ذهب بعض نجوم العالم للتأمين على مفاتنهم، ليس للحصول على بعض الدولارات في حالة الإصابة، ولكن تقديرا منهم واحتراما لنعمة الجسد. 1. كيم كارداشيان أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت أخبارها صفحات الصحف والمجلات بسبب انحناءات جسدها وحجم مؤخرتها، وكانت كارداشيان قد أمنت على مؤخرتها بمبلغ 21 مليون دولار أمريكي. 2. جينيفر لوبيز أمنت جينيفر لوبيز على مؤخرتها بمبلغ 300 مليون دولار قبل وقت طويل من ظهور كيم كارداشيان. لوبيز حافظت على مؤخرتها طبيعية بالرياضة والرقص بدون اللجوء إلى الحقن أو الحشو أو جراحات التجميل. 3. هايدي كلون أمنت هايدي كلون على ساقيها بمبلغ مليونان ومائتان ألف دولار أمريكي، وهايدي كلون لديها الساقين الأكثر فتنة في العالم، لكن هناك ساق لديها أغلى من الأخرى بسبب حادث تعرضت له سابقا وسقطت على بعض الزجاج، وهو ما تسبب في أن تمين ساقها اليسرى بقدر الساق اليمنى. 4. تينان تيرنر تمين تينان تورنرها الأخرى على ساقيها بمبلغ 3,200,000 دولار أمريكي، لكن الغريب في الأمر أن تورنر لم تكن تحب ساقيها منذ كانت طفلة، وكانت تورنر معروفة بالشعر الكثيف المموج وملابسها القصيرة وأدائها الراقص على المسارح منذ ظهورها عام 1965. 5. كايلا مينوج تمين كايلا مينوج على مؤخرتها بمبلغ 5 مليون دولار أمريكي، وحتى في سن 46 انتبه العالم إليها بعد أدائها الراقص في فيديو كليب لها بعنوان Can't Get You Out of My Head. ساعد هذا الفيديو في انتباه العالم لمؤخرتها، وكانت المفاجأة الكبرى أن مينوج امرأة ذات مقاييس لاعبة جمباز أولمبية. 6. ماريا كارا أمنت ماريا كارا على ساقيها بمبلغ مليار دولار، وهو أعلى مبلغ تأمين على الإطلاق بين مشاهير العالم، وكارا معروفة كمطربة لها قدرات عالية في الغناء، وباعت أكثر من 100 مليون أسطوانة في جميع أنحاء العالم، والغريب في الأمر أن تقوم بالتأمين على ساقيها بدون التأمين على صوتها. 7. أمريكا فيريرا أمنت على أسنانها بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، ولم تكن تحلم فيريرا أبدا أن تصبح لها ابتسامة جميلة. يمكن التأمين عليها مع شركة لوئيدز لندن، فالجميع شاهدها بتقويم الأسنان الذي عرفت به. 8. جوليا روبرتس أمنت على ابتسامتها بمبلغ 30 مليون دولار، وها بالتأكيد امرأة جميلة ولديها ابتسامة سحرت قلوب الناس منذ ظهورها في عام 1987، واعتبرت من الناس الأكثر جمالا في العالم.